في النشاط البرلماني عقد اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. وقد أحال المكتب خلال الاجتماع مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية الشروط القانونية المدعة لديه قبل إرسالها إلى الحكومة. ودرس المكتب كذلك طلبات رخصة القيام بنشاطات تطوعية إلى جانب نقاط أخرى تخص تسيير المجلس.